عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة متجددة بكم وبما يطرح فيها من موضوعات مختلفة. أهلا بكم إلى برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج أيها الكرام تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخنا. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن, أسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. وأنتم مشاهدينا تابعتم حلقاتنا الماضية, كنا نتحدث في باب الجهاد النبوي وما زلنا في هذا الباب, وسنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن معركة مؤتة. وأبدأ معك فضيلة الشيخ ببيان الفرق. كنا نتحدث في الماضي عن غزوات واليوم نتحدث عن معركة, يعني إشارة سريعة للمصطلح. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه. وبعد يقال هناك غزوة وهناك سرية وهناك معركة. فالمعركة اسم عام, فكل لقاء بين فريقين تم فيه حرب فهو معركة, سواء شهدها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهدها. وإذا شهدها تسمى غزوة في الاصطلاح, وإن لم يشهدها تسمى سرية, وبعض أهل العلم يسميها معركة. لكنه إذا قلنا غزوة فقط أن حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وشهدها, وإن لم نقل غزوة قلنا معركة, يحتمل أنه شهدها أو لم يشهدها. وإن قلنا سرية فالأصل أنه لم يشهدها. فمؤتة ليست ممن شهده النبي صلى الله عليه وسلم, فيصح إطلاق سرية ويصح إطلاق معركة. إذن نتحدث عن هذه السرية أو المعركة التي حملت اسم مؤتة, وبدءا نأخذ الباعث على هذه المعركة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع قريش في صلح الحديبية 10 سنين يضع الناس فيها الحرب, دفع هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكتب لملوك وأمراء جزيرة العرب وغيرهما كفارس والروم يدعوهم إلى الإسلام, باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة. فهو بدأ بعشيرته الأقربين, ثم بقريش, ثم بعرب جزيرة الحجاز, ثم لما استقر به الأمر أخذ صلى الله عليه وسلم فيه قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعث أحد أصحابه واسمه الحارث بن عمير, بعثه إلى الشام, قيل إلى قيصر وقيل إلى أمير بصرى. في طريقه إلى الروم لقيه رجل قال له شرحبيل ابن عمرو الغساني, وهذا كان من ولاة الروم, يعني الروم وضعته على تخوم البلغاء. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الحارث بن عمرو وقيده وأوثقه ثم ضرب عنقه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب, إذ لم تجري العادة أن الرسل تقتل, وكان عرفا عالميا يعمل به في ذلكم الوقت. فجهز جيشا سرية بعثها إلى تخوم البلغاء. هذا الدافع والسبب في أن يذهب المسلمون إلى مشارف جزيرة العرب. طبعا نتحدث الآن عن مسيرة هذا الجيش لي. عن مسيرة هذا الجيش. ودعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فجعفر, وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. ودعا لهم وخرجوا يودعون الناس والناس يودعونهم حتى وصلوا إلى تخوم البلقاء. وصلوا إلى معان, بلدة معروفة في الأردن الآن. ثم وصلوا, بلغهم أن الروم في أكثر من 200,000 ولم يكن جند المسلمين يتجاوز 3,000. فتشاوروا في أمرهم, يعني هل يقبلوا بالمعركة أو يعودوا. فكان رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنهم ما خرجوا إلا لطلب الشهادة, فأجمعوا أمرهم على هذا. بعد ذلك, بعد أخذ وعطاء مع الفارق العظيم بين عدد الجيشين,
وكان بعضهم يرى أنه يكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر ماذا يقول. حتى لما رأوا تكاثرهم انحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، سميت باسمها المعركة. والمؤتة الآن هي الكرك، هي الكرك في الأردن، هي مؤتة في ذلك الوقت، فسميت المعركة باسمها وعرفت تاريخيا باسم معركة مؤتة. انحاز المسلمون إليها وأقبل عليهم أعداؤهم من الروم، ثم كان ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر به، أصيب زيد وهو أمير الجيش الأول، فتولى الراية بعده جعفر، ثم تولى الراية بعده عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. هذه المعركة صاحب الفضيلة تشكل منعطف، يعني كنا نتحدث في الغزوات التي قبلها عن عدو هو قريش وكفار مكة وعن اليهود، اليوم المسلمون أمام عدو مختلف وجديد وربما لديه أساليب مختلفة، يعني أهمية وهم الروم العدد، البعد عن المركز، يعني كانت بدر 140 كيلو هي أقصى حد، ثم جاءت خيبر، وخيبر الفرق بينها وبين بدر أن بدر غربا وخيبر شمالا، وإلا المسافة تقريبا واحدة ما بين مدينة وبدر والمدينة وخيبر، 150 في بدر في خيبر و 140 في بدر، فالمسافة متقاربة. مكة لا تتجاوز 450 كيلا، لكن هذه بعيدة جدا، وهناك اجتمع الروم مع أحلافهم من العرب وأتباعهم من لخم وجذام وغسان، كلهم كانوا أتباعا للروم. العدد فوجئ به، يعني عدد مثلا في بدر كان 300 إلى 1000، يعني ثلاثة أضعاف، لكن هنا الأضعاف مضاعفة، يعني 3000 مقابل 100000، لا يوجد أدنى مقارنة، فالحال كان عصيبا، ولهذا لجأ خالد بعد ذلك كما سيأتي إلى أن يعود بالمسلمين. نعم، وكما تبعنا منهج التعريف بالأحداث من خلال الأعلام. نعم. ونبدأ بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. نبدأ بجعفر بن أبي طالب باعتباري ثاني قائد للجيش. طبعا لم نتكلم عن زيد، لأننا تكلمنا عن زيد في محفل آخر وبينا أنه كان يسمى زيد بن محمد وذكرنا قصته مفصلة فلا داعي للتكرار، فنبقى في جعفر. جعفر في اللغة بمعنى النهر الصغير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخ لمن؟ لعلي بن أبي طالب. قدم من هاجر إلى الحبشة، وهو الذي تحدث أمام النجاشي، وقدم إلى عائدا من الحبشة يوم أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وسنه 41 سنة، وفرح به صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، وقبل ما بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وكان بعض أهل العلم يذهب إلى أنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن أبي هريرة أنه كان يرى أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، ولكن طبعا هذا خلاف الإجماع، فالإجماع على أن أبا بكر أفضل. والمقصود وردت في حقه آثار عظيمة، من أشهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي، وهذه منقبة عظيمة. ومحبته له صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة جدا، قلنا قبل ما بين عينيه وقال لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فلم يمتع صلى الله عليه وسلم بجعفر إلا عام واحد، وهو أنه بعد أن عاد بعثه إلى موته. لما وقعت المعركة وقتل زيد رضي الله عنه شهيدا، أخذ الراية جعفر بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصحاب رسول الله في الذود عن الدين يتوارثون المجد كابرا عن كابر، لا تسقط الراية، كما قال ربنا عنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ومن يقرأ التاريخ بهذه الطريقة يفقه أن هذا الدين ما وصل إلينا إلا على تلك الدماء الزكية الطاهرة التي لقيت ربها وبلغت دين الله تبارك وتعالى وحفظت هذا الدين لنا حتى نقل إلينا طاهرا صوابا عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من هؤلاء القمم الشامخة والأقدام الراسخة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله، حبيب إليه، قادم من الحبشة، إنه 10 سنين أو أكثر في الحبشة، فما ظن النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بعثه إلى مؤتة، لا ليأمكث في مؤتة بل ليسبق رسول الله إلى الجنة، ليسبقه إلى الله إلى الجنة. فورد عنه أمور النقل فيها فيه شيء من الضعف، كأنه عقر
ورد أنه عقر فرسه، وقيل إنه أول فرس عقر في الإسلام، لكن بعض أهل العلم من أصحاب الصناعة الحديثية لا يرون أن هذا النقل يمكن أن يحتج به، بل بعضهم يقول إن هذا منهي عنه، والعلم عند الله لا أستطيع أن ألزم ولا أن أرجح. لكنه فقدت ذراعه اليمنى ثم ذراعه اليسرى، لأنه كان حريصا على الراية ألا تسقط، فأبدله الله جل وعلا بجناحين يطير بهما في الجنة. كان زوجا لأسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضوان الله عليها تزوجها وهاجر بها إلى الحبشة، وقدم معها إلى الحبشة، ثم استشهد عنها في موته. الآن عائدون، هم راجعان من الحبشة. كم لو كانوا يعني طلاب دنيا يبشرون أنفسهم بقصور تبنى على ضفاف عقيق المدينة بعد رحلة ضنك وعيش ونصب وتعب في بلاد الأحباش. لكنه لم يلبث أن يمكث أقل منها ويستشهد رضي الله عنه في موته. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه خبر استشهاد جعفر وأصحابه صاحبه جعفر وصاحبه، فقدم دخل على بيت أسماء بنت عميس وسأل عن الأبناء، فدمعت عيناه، فقالت أسماء: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، أصيب جعفر. فانزاحت تبكي ثم نهاها، فأمهلهم ثلاثا. بعد ثلاثة أيام دخل عليهم صلى الله عليه وسلم، قال: أين أبناء أخي؟ فأتي بهم كأنهم أفرخ، فأمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم. وهذا من باب الفأن، يعني يتغير الحال. ثم ضمهم إليه وبكى، فشكت إليه أسماء ومورا، فقال: آل العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. ودعا لهم صلى الله عليه وسلم، دعا لعبد الله ودعا لمحمد أبناء جعفر بن أبي طالب، وقال: يوم أن أصيب جعفر في الخبر الأول، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. وبهذا جاءت السنة في أن يصنع لأهل الميت طعاما من قبل جيرانه أو بعض قرابته في خبر الوفاة الأول، ويمتد إلى الثالث إن شاء الله لا حرج. والمقصود العاطفة التي كانت في قلبه صلى الله عليه وسلم نحو ابن عمه جعفر بن أبي طالب. أسماء تزوجها بعد جعفر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحملت منه، وفي حجة الوداع أنجبت منه ابنه محمد. ومات أبو بكر رضي الله عنه في خلافته بعد سنتين وثلاثة أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتزوجها علي. فهذه المرأة المباركة تزوجت جعفر وأبا بكر وعلي بن أبي طالب، وغسلت أبا بكر، رأى فيها الصلاح، فأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس. وأبو بكر مات في جمادى، وكان يوما شديد البرد، فغسلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنسان يعجب من رجل في مقام الصديق يوصي أن تغسله امرأة زوجته. ليس طعنا في النساء، لكن جرت العادة أن هذا لا يفعل، لكن أيا كان، إنما عرف الصديق منها صلاحها وتقواها، فأحب أن يكون آخر عهده بالدنيا أن يلامسه أحد ذو صلاح من أهل بيته. ولهذا العاقل يتوخى الصالحين، يقترب منهم، لعله أن تدنو منك رحمة الله جل وعلا التي تصيبهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة. والله جل وعلا قال عن أهل معصيته، قال تبارك اسمه جل ثناؤه: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال الحسن البصري: استكثروا من الأصدقاء الصالحين، فإن أهل النار يتمنون أن لو كان لهم أحد من أهل الصلاح. والمراد من هذا أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله بحق يستكثر من أهل الخير والفلاح والصلاح في صحبتهم، من تذكر بالله رؤيتهم وتدل على الجنة صحبتهم. هذا ما يمكن أن يقال إجمالا حول جعفر بن أبي طالب. والغاية من هذا في موقف كهذا ما كان من جهاده العظيم في معركة مؤتة
رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. أنت يا شيخ جزاك الله خير تستطرد ونحن معك في هذا الاستطراد بحثا عن الفوائد، وهذا طريقتنا في البرنامج. نعم. نلحق الفائدة أين كانت. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحمل الراية بعد جعفر عبد الله بن رواحة، وهو من أعلام تلك المعركة. نعم، زيد وجعفر مهاجران، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنصاري، وهو عندما خرج كان يتمنى أن يموت هناك وأن يستشهد هناك، وهو الذي أشار عليهم رضوان الله عليه أنهم ما جاءوا إلا للشهادة فنالها، وكان معروفا بقدرته على الشعر، وهو الذي كان يسل السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ويقول في عمرة القضاء، ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله. وهو رضوان الله تعالى عليه صحابي جليل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المشاهد، ومات شهيدا في مؤته، وهو آخر الثلاثة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤته. قبل أن يموت كان له ابن أخ في المدينة، فكأنه أحسن إليه، يعني عبد الله بن رواحة أحسن إلى ابن أخيه، فدعا له، يعني الصبي دعا لعبد الله بن رواحة أن يمتعه الله به، يعني يطول عمره، فأنكر عليه دعاءه هذا لأنه كان وقتها قد علم أنه سيذهب في جيش موته، فقال إن هذا ينافي الشهادة وأنا لا أريد أن، يعني سيغنيك الله عني وتجد من يرعاك ويكفلك ويقوم بحقك بدلا مني، لكنني أنا أبحث عن الشهادة. عن الشهادة. ولهذا يدل يعني الشهادة من المطالب التي تطلب مع أن ظاهرها غير حسن. لماذا ظاهرها غير حسن؟ عندما يموت فلان شهيد معناه أن الذي قتله كافر، معناه الكافر قتل مسلما، وهذا الأصل لا يريده أهل الإسلام، فهي من وجه مرغوبة من وجه غير مرغوبة. لكن إذا رأينا ما أعده الله جل وعلا للشهداء رغب المؤمن في الشهادة. نعم. هل يعني هذا صاحب الفضيلة أن نرد على من دعا لنا خيرا بغير ما نريد، أن نرد عليه بهذه الطريقة؟ يقع هذا، وإن كان الأكمل أن يجعلها العبد يعني الخيرة لله، لكنه إذا كان يرغب في هذا مثل موقف عبد الله بن رواحة له أن يفعل هذا. ومن صدق مع الله سبحانه صدقه الله. أيضا من أعلام هذه المعركة بعد عبد الله بن رواحة جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد مر معنا في أحد وكان غير مسلم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه ابن الوليد بن المغيرة الذي مر معنا أنه ذمه الله كثيرا، وكان للوليد أبناء غير خالد، الله جل وعلا يقول وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وخالد كان رجلا مجربا فارسا شجاعا، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة مجرد جندي، لكن لما سقطت هؤلاء لما مات هؤلاء الأمراء كبار ثلاثة بقيت الراية، فقام رجل من بني العجلان فقال أيها الناس اصطلحوا على قائد، لا يمكن أن يترك الناس من دون قائد، والأمر يفوت أنت في معركة الآن. فقالوا أنت أمير، قال لا. فما زالوا يتبادلون الرأي ويأخذون المشورة حتى اصطلحوا، يعني اتفقوا، لأن الجيش فيه مهاجرون فيه أنصار فيه حديث عهد بإسلام فيه أعراب انضموا إليه، يعني أخلاطا، والعرب كان فيها أنفة، ما كل أحد يقبلون إمرته. فاصطلحوا على خالد، وخالد مجرب قال عليه الصلاة والسلام وهو ينعاهم قال جاهد زيد فأصيب، وجاهد جعفر فأصيب، وجاهد عبد الله ورواحة أصيب، وعيناه تدمعان، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. فهذه أول تسمية لخالد بأنه سيف من سيوف الله. حارب يسيرا وانحاز بالجيش بطريقته، يوهم العدو أنه سيكر ويفر، ويوهم العدو أن هناك مددا سيأتيه، ويوهم العدو أن هناك بعثا سيلحق به، فالعدو ينحاز قليلا وهو ينحاز جهة المدينة، حتى رجع بالجيش إلى المدينة. استقبلهم الصبيان وشأن المراهقون، الناس فيها عاطفة والرأي العام، ويقولون فرار فرار، حتى بعضهم ما كان يستطيع أن يصلي جماعة في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم بل كرار ليسوا بفرار، لأنهم الله جل وعلا قال لا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة،
فعد النبي صلى الله عليه وسلم صنيع خالد من التحيز إلى فئة، لأن المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هم فئة التي انحازوا إليها أولئك الكبار. فعاد خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش إلى المدينة. بدأت بعدها ظهور خالد إسلاميا يبدأ، يعني قبلها كان حديث عهد بإسلام، ثم ما زال رضي الله عنه وأرضاه ذا شأن حتى قلده أبو بكر ما قلده في حروب الردة وفي فتح الشام، فأبلى بلاء حسنا. ثم بدأ لعمر أن يعزله فأزل، وقد مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فراشه. يقول أحد المعاصرين: وقبر خالد في حنص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، إذ طالعوا كتب التاريخ واقتنعوا، متى البنادق كانت تسكن كتبا. المراد من هذا أن خالد رضي الله عنه وأرضاه أصبح قامة عظيمة رفيعة حتى في الأثر، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام عن خالد: سيف من سيوف الله ليس بالأمر الهين. هذه منقبة جليلة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. والحروب لها رجالاتها، تحتاج إلى أمرين: إلى رأي وإلى شجاعة. فقد يوجد في بعض الرجال شجاعة منقطعة، لكن قد لا يكون ذا رأي، وقد يوجد في بعض الرجال رأي لكنه لا تبلغ شجاعته إلى ذلك المدى. فيمن نشأت فيه الرأي والشجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما مات قال قولته الشهيرة: يعني ما موضع شبر في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. يعني غزوت كثيرا وحاربت كثيرا، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يعني الذين يهابون دخول المعارك ما الذي يمنعهم؟ خوف من الموت. فأنا دخلت معارك لا تعد. ويقول: هو انكسرت في يدي ظهر يوم اليرموك 9 أسياف، ولم يبقى في يدي، لم يثبت في يدي إلا صحيفة يمانية. صحيفة يمانية يعني مثلا نقول الآن بتسمونها بالعامية التنك، هي اللي ثبتت في يدي، وإلا 9 أسياف يقول من حديد أبارز فيها كلها انكسرت. هذا يتكلم عن قامة يعني غير معقولة رضوان الله تعالى عليه وعلى، ومع ذلك لم يموت. ولهذا قال المتنبي: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. والعرب تقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. إذا أذنت، يعني الله جل وعلا إذا أراد، يعني إذا حل أجل أحد وأراد الله أن يقبض روحه هيئ السبب. بل كانوا يقولون من أهل الشجاعة مثل علي: إن اليوم، يعني أنت من أي أيامك تفر؟ من يوم لم يقدر أو يوم قدر؟ ولهذا قالوا من جميل الإجابات أن رجلا قيل له: في أي سلاح تحب أن تلقى عدوك؟ فظن السائل أنه سيقول: في السيف، في الرمح، في الدرع، في الترس. قال: في غير يوم أجلي. يعني إذا لقيته في غير يوم أجلي سأعيش، لن يقتلني، لأنه ليس يومي. هذه كقناعات موجودة في كل أحد، لكن عند التحقيق يختلف الناس، وهذا بدهي، لأن حب الحياة مفطورة عليه النفوس. والمقصود، يعني لا حتى أنا بعد كثيرة، ما كان على تجربة خالد ساقها للناس: فلا نامت أعين الجبناء. والمتنبي يقول: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تال. فكم من علي رضي الله عنه وارضاه مر معنا، كم خاض من حروب وكم بارز من فرسان، ثم وهو خارج من صلاة الفجر يتعرض له عبد الرحمن الملجم المرادي فيقتله. نعم، ظاهر هذه المعركة وعودة المسلمين بهذه الصفة التي ذكرتها يعني توحي لبعض الناس أنهم خرجوا منها دون فوائد ودون يعني عوائد وأثر عليهم، بينما هم وصلوا الروم. يعني لو نجمل ما جاء، أجملنا هذا حصل بعد النبوة. بعد النبوة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته أعد جيشا بقيادة أسامة ابن زيد، وكان لهذا الجيش الذي أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات قبل أن
لتحرك الجيش، وأنفذه الصديق بعده، وكان من أعظم أعماله إنفاذ جيش أسامة، أنه جعل العرب والروم تعرف أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت وفاة بشر لكن الدين باق. فلا بد أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موصولة بسيرة خلفائه الراشدين، لأنهم أتموا الأمر بعده. عليه الصلاة والسلام لما رأى الرؤيا قال أنا يعني كأني على بئر أنزع منها، هذا هي الخلافة. ثم نزع منها أبو بكر، ثم نزع عمر، فلم أرى عبقريا يفري فرية، وضرب الناس بعطن، أخذ يمدح عمر. فالمقصود هم تبع له صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الغاية من هذا أن تعرف العرب أن هذا الجيش النبوي قادر على أن يصل إلى ما هو أبعد من المجتمع العربي، إلى أن يقارع الروم، وكان للروم صولتها وجولتها. حتى لو عاد أولئك البضعة آلاف بشيء من أنهم فقدوا كثيرا من الرجال، لكن الناس عندما تقرأ أن هؤلاء الثلاثة صمدوا أمام 100,000 فإن الحسابات يومئذ تتغير، وقد تغيرت بالفعل. هذا كان أشبه بالتوطئة لما وقع بعد ذلك من فتح بلاد الشام التي كانت ملكا وتحت حوزة الروم، لأنه إذا كان العدد وهو 3,000 لم تستطيعوا أن تقضوا عليه، وعاد جلهم إلى المدينة سالمة، من باب أولى أن لا تقدروا عليه وقد عادوا بألوف مؤلفة وهم قد أعدوا العدة لملاقاتكم، في حين أن جيش زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة في الأول لم يكن يعلم أن جيش الرومي بهذه الطريقة، إنما كان يريد شرحبيل الغساني الذي قتل الحارث بن عمير. يعني كانت القضية قضية وال للروم على مشارف الشام، ليست لملاقات الروم أنفسهم، لكنهم صدموا بأنهم واجهوا الروم في عدد كبير، ومع ذلك ثبتوا رضوان الله تعالى عليهم. والروم روم قد دنا عذابها، يقول عبد الله بن رواحة، أخذوا يتغنون به بالشهادة حتى نالوها رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. نعم. في هذا التحرك تجاه خيبر، في يهود خيبر، ومن ثم في السنة التي بعدها تجاه الروم، كانت هناك رسائل غير مباشرة للعدو الأول وهم كفار مكة وكفار قريش، يعني أهمية مثل هذه الرسائل. أهمية مثل هذا وردت متى؟ عندما نقضت قريش العهد وانضمت إلى بكر بدلا من وأعانت بكرا على خزاعة، وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقضوا هذا لجأوا إلى أن يمددوا الصلح، لعلمهم بقوة أهل الإسلام الذين وصلوا إلى خيبر وفتحوها ووصلوا إلى الروم فقارعوهم. فأصبحت قريش حريصة على أن تمدد الصلح كما سيأتي في فتح مكة، ولذلك بعثوا أبا سفيان ورد وغلب على أمره، وهذا كله فقهوه من نصر المسلمين في خيبر ومقارعتهم للروم في الشام. جميل، وهذا ما سيكون إن شاء الله في الحلقة القادمة. حلقتنا هذه انتهت، وسنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، سنتحدث بشكل مفصل عن فتح مكة وما صاحب هذا الفتح من رسائل وفوائد. باسمكم جميعا أيها الكرام في ختم هذه الحلقة التي مرت سريعا مع شيخنا، أشكر شيخنا الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة، أجزل الله لكم المثوبة وجزاكم الله عنا كل خير. أنتم مشاهدين الكرام، شكرا لكم لمتابعتكم هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، نترككم في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما